يشهد العالم حالياً انقساماً حاداً بين من ينادي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا ومن يعارض هذه المسألة، ويشتعل هذا الانقسام في ظل إعلان دول كثيرة عن بدء إلزامية التطعيم باللقاح لممارسة الأنشطة اليومية مثل الدخول إلى المتاجر والمرافق العامة والسفر، بينما تتركها دول أخرى مثل ألمانيا كخيار شخصي. وبطبيعة حال هذا الجدل تسبب بمظاهرات في دول أوروبية عدة مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا، حتى احتجاجا على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى. ولكن في لبنان أثير جدل كبير حول هذا الموضوع ولكن من زاوية أخرى. لماذا؟ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اقتصار ارتياد المطاعم والمقاهي والشواطئ على حاملي شهادات تلقي التطعيم وحاملي شهادة الخلو من فيروس كورونا، كما أنه على العاملين في تلك المواقع الذين لم يتلقوا التطعيم ملزمين بإجراء فحص كل 3 أيام. طبعاً الجدل الذي دار في لبنان كان منبعثاً من زوايا مختلفة، فبين من أيد هذا القرار في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومن بين من عارض هذا القرار لأنهم اعتبروه تقييد لخياراتهم الشخصية، وآخرين كان رأيهم أنه على الحكومة بالبداية توفير اللقاح قبل إلزام المواطنين اللبنانيين بهذه القرارات. دعونا نتابع بعض التعليقات، نأخذ عينة يعني عن هذه الآراء التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية. سأبدأ من إبراهيم. لازم كل واحد ياخذ اللقاح بدون فلسفة، كل واحد منا أخذ 100 لقاح هو وصغير، جدري وحصبة وشلل واو واو. لازم اللقاح لنخلص من هالوباء بدل ما كل ساعة سكر وافتح وما يموتوا أهلنا. باسم، في كتير مسجلين على المنصة لم يأخذوا اللقاح بعد، وبالتالي من أين يأتي قرار السياحة وكيف يطبق؟ وهل استشاروا أصحاب الشأن؟ وهل يسري القرار على السياح اللي بدكم مصريات أو فلوسهم يعني؟ أيضا جابر كتب ضربة للقطاع السياحي وزيادة أعباء على الناس والمستفيد طبعا المختبرات بحسب جابر. إلي، خطوة جيدة ولكن هذه خطة تكون ناجحة في البلدان لديها فائض في اللقاحات من أجل تشجيع الناس على التطعيم، وليس كما الحال في لبنان نريد الحصول على اللقاح وهو غير متاح للجميع. دعونا نناقش طبعا هذا الموضوع المثير للجدل من بيروت، مشرف قسم دراسات الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة بيروت العربية الدكتور أحمد طسي. دكتور أحمد، أهلا بك معنا في برنامج منصات. بداية، ما رأيك بهذا الجدل الحاصل على مسألة إلزامية اللقاحات بينما كما تابعنا آراء يعني المواطنين هي فعليا غير متوفرة للجميع؟ مساء الخير لك والمشاهدين. أعتقد أن المشكلة تقع في مكان آخر، يعني نحن رأينا هناك نوع من الانفصام في الدولة اللبنانية، يعني هناك طبقة ممكن أن تكون راقية بموضوع الإجراءات الصحية والأطباء والتمريض، ولكن على الأرض على أرض الواقع هناك انفصال كامل. يعني قبل البدء بالمناقشة بأحقية هذا القرار أو لا، هل تملك الدولة الإمكانيات لتطبيق هكذا قرارات؟ يعني من الأصل يعني لا يمكن أصلا. سوف نرى، يعني رأينا قرارات سابقة راقية جدا ترقى إلى المستويات العالمية، ولكن على الأرض الأمر مختلف كليا. أما إذا نظرنا إلى طبيعة القرار، نعم القرار يرقى إلى مستوى جيد في مكان ما، ولكن مثل ما رأينا من المشاهدين أو من المعلقين، يعني هناك فئة يقولون ما دون 16 سنة يمنع عليهم الدخول، ما فوق ذلك هناك إجراءات يجب أن يكون لديه اللقاح أو البطاقة التي تؤكد أنه تلقح، ولكن نسأل الدولة الأشخاص بين 16 إلى 30 سنة أين يتلقون اللقاح؟ حتى لو كانوا يمتلكون الأموال أين يذهبون لتلقي اللقاح؟ أصلا هذه الفئة لا يوجد لديها طريقة لتلقي اللقاح في هذا الوقت إلا إذا كانت من الفئات المرضية المعينة. حتى من هم خارج هذا الإطار، هناك العديد من الناس من ينتظرون دورهم ولم يأتي دورهم بعد. الفئة فوق 50 سنة، نعم كان هناك إمكانية جيدة جدا، يعني فئة فوق 50 سنة هناك توفر في اللقاح اليوم، وهي يعني إجراءات ممكن أن نقول أنه ناجح في مكان ما، ولكن الفئات العمرية الأخرى وبالأخص من هم يرتادون المطاعم والمقاهي وهي الفئة الشباب يعني طبعا يعني ليست عملية. نعم بس ولكن الوزارة عم تعطيك ماذا عن الذي تلقى لقاح جرحة واحدة؟ يعني عم تعطيك أوبشن أنه تعمل ليست عملية.
ما ليس عملي البي سي ار، يعني ممكن ان يكون عملي للموظفين في مكان ما، ولكن هل تملك الدولة اصلا يعني القدرة الكاملة لمراقبة الموظفين المطاعم والمقاهي؟ يعني هذه صعب جدا بوجود الأزمة الاقتصادية الحالية. ماذا عن من لم يتلقى اللقاح لجرعة واحدة، هل سيسمح لها ولا من؟ ماذا عن القادمين من الخارج، يعني او المصابين العائلة، يعني او المصابين السابقين الذين شفوا من كورونا، او المصابين او عائلة أرادت أن تدخل المطعم، نقول لها جزء من العائلة يمكن له الدخول، الجزء الآخر لا يمكن له الدخول. هذه ليست إجراءات عملية وليست واقعية في لبنان وفي هذا الوضع الاقتصادي السيء في لبنان. يعني كان الأحرى بهم التركيز على موضوع التلقيح، والأمور سوف تكون أسهل بكثير يعني من هذه الإجراءات. تعتقد دكتور أنه في خلفية مختلفة لهذا القرار؟ يعني هو قرار صدر من وزارة الصحة، يعني أين موقف أيضا وزارة الصحة من هذا القرار؟ سوف أقول لك أمر ما. وزارة السياحة يعني أصدرت هذا القرار لتحمي نفسها من قرارات سابقة. ماذا حصل في السابق؟ جاءت قرار وزارة الصحة وأقفلت المطاعم. اليوم وزارة السياحة تقول نحن أخذنا الإجراءات، أخذنا القرارات، فلا يوجد أي داعي لإقفال هذه المؤسسات. يعني هم أخذوا إجراءات استباقية، قانونية استباقية، حتى لا تقوم لجنة كورونا بإقفال هذه المؤسسات. وهو كذلك ليس أكثر، يعني هي جاءت بإجراءات استباقية حتى لا يأتي لجنة كورونا وتقول المطاعم يجب إقفالها، فليس أكثر من ذلك. يعني أما إجراءات على الأرض يعني استبعد ذلك. ممكن أن يكون في الحفلات الكبيرة، ممكن يكون في الأماكن الرسمية في مكان ما، أما على أرض الواقع هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها في لبنان، وليس في الوقت الحالي. وهي يعني مثل ما تحدثنا سابقا، هناك انفصام كامل في الشخصية في لبنان. يعني هناك من يقول إجراءات راقية، ولكن على الأرض لا يوجد من يطبق هذه الإجراءات. يعني تعتقد دكتور أنه هذا القرار سيلقى مصير القرارات الأخرى اللي عادة نتابعها في لبنان؟ يعني مسألة منع التدخين في الأماكن المغلقة، إلزامية السيت بيلت أو حزام السلام، يعني عادة نتابع هكذا قرارات في الأعياد تستمر لفترة محددة ومن ثم لا يتم الالتزام بأي شيء. يعني كان لنا مقابلة سابقة في موضوع الأعياد، قالوا يسمح لكم الاحتفال، لا يسمح لكم الرقص. يعني من هو الذي سيسمح أو لا يسمح؟ يعني فهي هي 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 كذلك، هي كذلك. الإيجابية الوحيدة فيها أنا أراها أن نلزم أصحاب المطاعم ونلزم العاملين في المطاعم على إجراءات الفحوصات الدورية، وأعتقد هم يقومون بشيء من هذا. المؤسسات المحترمة التي تقوم بذلك اليوم، هذا الإجراء ممكن أن يلزم أصحاب المطاعم والمؤسسات بذلك. أما رواد المطاعم والمؤسسات، وخاصة في هذا الوقت من السنة، يعني وقت السياحة أو وقت الضائقة الاقتصادية، هذا ليس عملي على الإطلاق يعني، ولا يمكن تطبيقه. هل تتوقع يعني أنه نشهد لربما إقبال من بعد هكذا قرار أكثر من الفئات على التسجيل، يعني حتى في أشخاص مترددين يعني من مسألة التسجيل على المنصة، أو تسريع أقلهم من الوزارة لإعطاء اللقاحات؟ فصل الصيف، يعني هناك 4 أسابيع من فصل الصيف، هم قالوا بعد أسبوعين، وتحتاج أسبوعين آخرين حتى تطبيقها، يكون انتهى فصل الصيف. هي كذلك، ليست أكثر من ذلك. يعني أصلا هي بعد أسبوعين سوف تطبق، ونحن الآن في شهر 8، يعني هذا هو آخر شهر في فصل الصيف. فعمليا هي جيدة، يعني من نظريا هو موضوع جيد أنهم يهتمون بهذا الأمر. أي شيء أفضل من 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 لا شيء. أنا رأيي كان اهتمام بالمطار والداخلين إلى المطار هو أهم كان بكثير مما تحدثون فيه على المطاعم. احمونا من القادمين من الخارج، واتخذوا إجراءات جدية، وهو كان أفضل بكثير عمليا مما يتحدثون فيه عن 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 عن, عن المطاعم والمقاهي التي دفعت الثمن الكبير. يعني هي أقفلت في يعني هم أصلا لم يعمل إلا هذين الشهرين من السنة فقط. يعني وطبيعي أن تكون إجراءات فيما بعد، يعني يخف الرواد، يخف السواح، وتخف الإقبال على هذه المؤسسات فيما بعد. بجميع الأحوال نتمنى السلامة للجميع، وأشكرك على هذه المداخلة من بيروت، مشرف قسم دراسات الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة بيروت العربية الدكتور أحمد الفصل.